Rahmatullahi wa Barakatuh. Je dis d'abord bonjour à Sa Majesté, Roi Nabil, comme le coup, et un bonjour de la terre pour le peuple Bamoun. Et également à Sa Majesté, Roi du Maroc, et un bonjour de la terre également. Je suis un artiste Bamoun et je suis très ravi d'être ici au Maroc. Je veux rencontrer un artiste comme moi. J'ai vu pas mal de œuvres, ce qu'il a fait. C'est vraiment grandiose et c'est vraiment appréciable. J'aimerais vraiment travailler en partenariat, en collaboration avec lui, parce que je suis né dans l'art et l'art, c'est ma passion. Voilà pourquoi je m'exprime et que le roi Nabil, qui est notre roi, il était ici, ça ne fait pas 10 jours. Et tous les Bamouns qui sont au Maroc, ils sont vraiment très contents, ils sont en paix. Et j'ai pris, je demande à Allah qui donne la langue de lui, à Sa Majesté, également au roi du Maroc, Sa Majesté. Merci aux Marocains et merci également aux Bamouns. السلام عليكم، معكم تقي الراي عبد الحفيظ، نحات على الحجار وعلى الخشب في مدينة مراكش. كنخدم على العود اللي هو يابس باش كنحولو بأنه هو واحد العمل اللي تيكون مثلا فني ثقافي، فهمتيني، بناوش الشجرة، الموضوع ديالي هو الشجرة لا تموت. ملي كتكون الشجرة حية تنتظلل تحت منها وتنقض هذيك الظل ديالها، ولكن ملي كتموت الفكرة ديال بناء واه باش تمشي للعافية. تكريم للشجرة، يعني الشجرة لا تموت، ومن بعد تنديرو لها تكريم. تقول رايت عبد الحفيظ نحات على العود ديال الزيتون ديال الكاليتوس، ولكن الميت ماشي الحي. ثانيا بانه الاعمال اللي هي مثلا الفكره اللي غادي بها دابا هي بانه تنحاول بانه باش نخرج لار الزنقه. الفن خصو يكون بانه تيتشاف للجميع، ماشي باش تكون تصوب عمل ويدخل للدار وكذا ما بقى تيشوفو حد. انا كنت دزت في الصناعه التقليديه، ولكن بانه هنا كاين شي حاجه فنيه كاينه في الداخل. النصيحه اللي ننصح بانه الشباب ديال اليوم، منه انا لا تولي مفتوحه منه تصور بينه، وكنعيط انا للدراري نقول لهم اجيو بينه باش يمكن تعلموا غدا غدا التقريط راه ما عادش يبقى، فهمتيني. ولكن الدراري المهم يعني عندهم واحد المسائل اللي هي في العقول ديالهم، ما تيامنوش بداك الشيء اللي هو واقف. تنتمنى بانه دور الثقافه هي اللي خصها تنوض بهذا المبادره هذه بالنسبه للشباب. معكم انا الشرقي اكان، شكرا لصحيفه اصوات على دائما التظاهرات الجميله اللي كتقوم بها بتشجيع ديال الفنانين سواء كانوا كبار ولا صغار. انا تنتكلم بحسابي فنانه تشكيليه ومطربه مغربيه، وكما كتعرفوا انا الشرقي دائما كتجي كتدعم الاعمال ديال الناس اللي تبقوني والناس اللي من بعد مني، وما بيناتهم الفنان تقريت اللي عندي واحد العلاقه معاه طيبه بزاف، الصدق ديال التعامل ديالو مع النحت مع لي ماتيريال اللي كيستعمل. بصدق انا كنعترف به كانه من اكبر النحاتين اللي كاينين في المغرب حاليا. عطى الكثير والكثير، خدم بزاف في لاسوسياتيف، تعاون مع الجامعات بوغ ديكوغي لي زيسباس. وانتم كيف ما كتتابعوا عبر الصفحه ديال الاصوات كتشوفوا بان الشوارع الجماليه ديال الشوارع يعني الجماليه ديال هذه الشوارع هذه راه بيدي هوايا وبيدي الفنانين الاخرين اللي كيساهموا بعض المرات تطوعيا باش يدخلوا لقلوبكم الفرحه ويدخلوا لقلوبكم شي حاجه زوينه اللي تشوفوها ويجيكم منها الالهام. فشكرا لمجله اصوات، انا جيت اليوم لينا واحد العمل سيدي واحد طويجين مراكشي، ودائما فرحانه نشوف العمل ديال الصديق ديالي ونشوف الاعمال اللي كيقوم بها، ونتكلموا على لا سويت دي بروجي اللي حنا دايرين.
كان معايا البارح التظاهرة ديالي فاير اكسبريشن لي لو كليب اللي غادي يخرج نهار 14 في الشهر. لو تيزر ديالو ليكستري خارج دابا حاليا في البلاتفورم ديال ديالي منال الشرقي. دونك تابعوا القناة ديالي، تابعوا القناة ديال سيتا قريت، وشكرا جزيلا للأستاذ القدير اللي مر الكاميرا اللي متبعنا ومشجعنا. شكرا لكم أصوات أبواب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.